الحين. النهارده احنا كنا طب عرف نفسك معلش اسمك. محمد بهناشي عضو مجلس نقابه المحامين بالبحيره عن الشباب. باسمي وباسم اعضاء شباب المحامين على مستوى الجمهوريه وباسم شباب المحامين كلهم وباسم اتحاد اعضاء شباب المحامين احنا بنعلن تضامننا الكامل مع المعتصمين في ميدان التحرير وبنأكد على حرصنا ان احنا مش هنسيب حقوق الشهداء وبنأكد كمان ان احنا مصرين من الاصلاح الشامل في تطهير القضاء ومحاكمه قتلة الثوار وان احنا بنناشد المجلس الاعلى للقوات المسلحه ان هو يكون حريص على عدم التدخل في شؤون القضاء ومحاوله احباط الهمم وعدم وصول الحق الى مستحقيه. احنا حريصين ان احنا بنأكد ان لازم القضاء يكون مستقل ولازم يكون النائب العام بالانتخاب ولازم يكون المجلس الاعلى للقضاء له حق الاشراف على القضاء وان يكون هو المسؤول عن محاسبتهم وان لا تكون وزاره العدل هي المنوط بها عقاب القاضي والتفتيش عليه وان ينقل صلاحيات التفتيش القضائي كامله للمجلس الاعلى للقضاء. كمان بنأكد ان المحامين لازم يكونوا مشتركين مع القضاء في تفعيل الماده 47 من قانون المحاماه لان المحامي هو لسان حال الناس ولازم يكون مشارك في القضاء لان هو بيعبر عن شريحه كبيره من المجتمع وبحكم ان هو خبراته بتكون كبيره بحكم احتكاكه بالناس ومظالمهم فبيكون ملم بمشاكل الناس وهمومهم وبكون حريص وهو على منصة القضاء ان هو يؤدي الحقوق اللي شافها بتكون انسلبت خلال اشتغاله بالمحاماة. بنأكد على تضامننا الكامل وبنأكد ان شباب المحامين متضامنين تضامن كامل مع المعتصمين وبنأكد ان احنا مش هنترك دم الشهداء يروح حضر وان احنا مصرين ومؤكدين ان احنا ان شاء الله معاهم لحد ما ياخدوا حقوقهم ولحد الثورة ما تحقق أهدافها كاملة. شكرا. أنا أحمد النووي المحامي رئيس قسم الشكاوى والطوارئ بنقابة المحامين العامة بلجنة الشؤون السياسية. نقابة المحامين منذ أن أنشئت من قديم الأزل ومنذ أن كان فيها نقباء عظماء هي حتى اليوم هي بتتكبد دائما بمهام الشعب وبقضايا الشعب. منذ أن أقيمت الثورة وقبل أن تقام الثورة ونقابة المحامين ليلا ونهارا متواكبة مع الشعب المصري أن بدأت الثورة من أمام نقابة المحامين وتضامنت نقابة المحامين مع الثوار. كنا منذ من قريب علمنا طبعا ونحن كرجال قانون نعلم تماما بالفساد المتواجد في القضاء المصري ونعلم تماما بأن النائب العام كنا بنأمل أن يكون النائب العام صحيحا في اتخاذ إجراءاته القانونية ولكنه وضح أمره اليوم ووضح أمر بعض من القضاء للأسف الفاسدين الذين هم متضامنين مع الوزراء السابقين الفاسدين والذين هم قد شاركوا وسهلوا سفر هؤلاء الوزراء للخارج وحتى اليوم بيخدروا الشعب ودائما بيعطوا للشعب عقاقير مخدرة حتى يفعلوا ما يتراءى لهم ولكن القضاء المصري والقانون المصري هو لابد أن يحترم وهي نصوص مواد القانون لابد أن تحترم. من حوالي 3-4 أيام احنا كنا في نقابة المحامين بيتين في نقابة المحامين واليوم تواكبنا مع الثوار الشرفاء المتواجدين والمتظاهرين الشرفاء المتواجدين في ميدان التحرير وفي كل جمهورية مصر العربية لأن احنا المحامين احنا الدفاع الأول والأخير للشعب المصري واحنا الرسل المتصلين ما بين الشعب المصري بكافة قضاياه وكافة مهامه وكافة مشاكله التي يعاني منها وبين الحكومة والقضاء المصري وإحنا بنقول لكل الثوار ولكل المصريين الشرفاء إن إحنا لن نترك هذه القضية أبدا وسنبات ليلا ونهارا حتى تحل هذه القضايا ومنها أولا أن يرحل النائب العام إن لم يكن قديرا على اعتلاء هذه المنصة النيابية. أيضا بالنسبة لكافة القضاء الفاسدين كفاكم فسادا خلاص أصبحت اللعبة مفقوسة جدا مع السلامة بقى لو أنتم مش قادرين تصدروا أحكاما صحيحة وأحكاما تتواكب مع القانون الصحيح
وتعطي الحقوق المستحقيه. مع السلامه بقى، روحوا اقعدوا في بيوتكم. كفانا كثير من القضاة كانوا مستشارين لوزراء سابقين، ونحن نعلم عنهم تماما كافه الاجراءات التي كانوا يتخذونها. كانوا مستشارين لشركات، وده يعتبر في القانون هو تربح من المال العام. احنا النهارده عارفين الكلام ده، وكنا قبل كده عارفين الكلام ده. بنقول لهم مع السلامه بقى، كفايه. ولابد من القاضي الشريف المحترم الذي يحترم الشريعه القانونيه ويحترم الشعب المصري، هو الذي يكون له الحق والجداره في اعتلاء المنصه القضائيه. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد سعد الدين، القاهره. طبعا انا النهارده سعيد بوجودي مع جمهور المحامين في التجمع الجميل ده اللي احنا فيه، سندنا الصغار في ميدان التحرير، ونادينا كلنا تطهير القضاء. من وجهة نظر شخصية اعتقد ان منصة القضاء لو كانت على الخطى سليمة ستكون كل الخطوات في اصلاح مصر الى الخير، لنصبح دولة اولى في القريب العاجل ان شاء الله. كريم عبد السلام، المحامي عضو اتحاد محامين العرب وعضو لجنة العليا للشؤون السياسية ورقابة المحامين. انا عاوز اوضح حاجة، بس عاوز اقول ان العدل اساس الملك، ولا يوجد اساس لشيء ولا يوجد شيء بدون اساس. فلابد ان يوجد ان يكون هناك عدل، والعدل لا يتحقق الا بالقضاء والمحاماة. المحاماة هي اسمى، انا من وجهة نظري هي اسمى من القضاء، لان المحامي هو اللي بيحضر الدعوة او القضية من كافة الاتجاهات امام القاضي. فاحنا بنطالب مستندا ل مع لجنة الشؤون السياسية واستنادا للشعب المصري كله، بنطالب بإسقاط النظام وبإسقاط القضاء. بعض الفاسدين فيهم، وفي بعضهم طبعا ناس محترمة أكيد، يعني كل شيء كل بعض شواذ. وبقول إن المجلس العسكري أصدر 102 منشور أو مرسوم رسمي، أنا عاوزين أو يزودوا مرسوم واحد بس 103 بتعديل قانون المحاماة. احنا مش بنطالب باكتر بالتعديل القانون كامل، لا، احنا بنطالب بثمان مواد بس اللي هم بيخصوا بالمحامي، لان المحامي هو يعتبر هو الذي يحمي المجتمع عامه. وذكر في القران الكريم فيما معناه عندما قال سيدنا موسى: واجعل لي اخي هارون اخي اجر بي ازري، يعني يكون بديعا. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد محمود منطول، محامي. احنا نزلنا النهارده ميدان التحرير مؤكدين للشعب المصري كله بجميع طوائفه ان احنا المحامين منهم، ومش طائفه تانية، ولا احنا زي اي حد. احنا المحامين مرآه للشعب المصري، وكل اللي انا عايز اقوله ان احنا منهم، ومطالبنا مطالبهم، ومش هنحيد عنها ابدا. واكيد اكيد كل ظالم لازم ينول عقابه، ولا ضاع حق ورآه مطالب، وإنما نطلبه لحق وهو عنك. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد أمين، عضو لجنة الشؤون السياسية. احنا طبعا نزلنا النهاردة مع اخواننا في الميدان، ميدان التحرير، على اساس ان احنا ضامنين متضامنين معهم في كل مطالبهم. وطبعا ده مش على مستوى القاهره بس، احنا ضامنين متضامنين مع اخواننا في السويس، واخواننا في اسكندريه، وجميع محافظات مصر. واحنا بنضم صوتنا لصوت الثوار في اهم شيء في الـ في الـ في, الـ في الثوره بتاعتنا، ان هي عشان تنجح سرعه محاكمه الفاسدين. وده طبعا مش هيتحقق الا بالجهود الشعب عموما، والناس طبعا لازم تتكاتف على اساس ان احنا لازم تلبيه طلبات الثوار في سرعه المحاكمه. وان شاء الله بالتوفيق، وان شاء الله بعون الله نوصل اللي احنا الثوره قامت عشانه. هاني عبد المجيد، عضو لجنه الشؤون السياسيه في النقابه العامه. عايز بس اوضح حاجه مهمه جدا. كل القاده والسياسيين حتى الان كل يوم يطلعون على شاشات التلفاز يؤكدوا لنا بعض المعلومات. معظمهم بيقول ان الثوره المصريه كانت بلا راس وكانت بلا قياده. ماشي، كانت بلا راس وكانت بلا قياده، ده كلنا عارفين الكلام ده، ولازم يكون لها مجلس قياده للثوره. بس اللي انا عايز اقوله لهم ان الثوره المصريه اذا كانت بلا راس فانها اسقطت الراس، واذا كانت بلا قياده فانها اسقطت معظم القاده. كان لي الشرف
ان نكون مع الثوار من يوم 25 في الميدان من اول يوم تم الاعتداء علينا وبعض الانتهاكات ودرأتها بعيني وشفتها وتم اعتقالي في يوم 25. النهاردة بقى بنشوف ان القضاء المصري متواطئ، الشرطة متواطئة، المجلس العسكري متواطئ. ليه التواطئ؟ مش عارف. نفسي ان يكون الولاء الوحيد لهذا الوطن. اي انسان يكون في منصب نشيل الكرسي اللي بيلف ده عشان لما يقعد على الكرسي دماغه ما تلفش مع الكرسي. العدالة مش هتتم الا بتطهير القضاء. اذا طهرت هذه المنظومة كنا كن متأكدين ان في عدالة. انا لو ليا مظلمة وتوجهت للقضاء وكان هذا القاضي عادل فاهم كفاءة اكون متأكد ان مظلمتي هتنتهي، هاخد حقي. عشان كده عايز اقول على الغزلان حتى لا تصير ولائما للوحش ان تبري الاظافر او تربي في الفم الانيابة او تختار غير طبيعة الغزلان. على الحملان حتى لا تصير اضاحيا، على الحملان حتى لا تصير اضاحيا ان تملأ الدنيا على الجزار تهديدا فليس بصمتها تتسلح الحملان. وعايز اوضح واقول ان الثورة يخطط لها الدهاة، ينفذها الشجعان، ويحصدها الجبناء، وها هم الجبناء الذين يحصدون الثورة حتى الآن. شكرا.